اهلا بحضراتكم مره تانية. تعالوا نشوف ترند الاهلي في ايه واخر الاخبار واهمها على السوشيال ميديا بالتحديد عشان نعلق ونوضح كل حاجه بتخص جماهير النادي الاهلي او جمهور الاهلي يكون عايز يعرفها. يعني نبتدي باليوم السابع، الاهلي يستعيد ثلاث مصابين قبل ضربه البدايه بدوري ابطال افريقيا، وهو طبعا بيتكلموا هنا على أفشة وشريف، عنصرين مهمين قوي 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 بالنسبه لنا طبعا، اثنين من العناصر البارزه، وايضا كوكا طبعا لاعب الوسط الشاب المميز جدا، عودته برده مهمه، بس كوكا بيشارك بشكل تدريجي، يعني بدايه من امبارح ابتدى يشارك في التدريبات بشكل تدريجي، وكان عنده يعني اصابه في العضله الخلفيه بشد او مزق بالتحديد، بس الحمد لله شفي منها تماما، وواحده واحده بيرجع لنا لاعبتنا المصابين عشان تخلي القائمه باذن الله تكون متكامله مع بدايه المشوار الافريقي، وكمان بعدين المشوار المحلي المهم قوي، لان احنا وحشنا يا جماعه نشوف الاهلي وهو ماسك درع الدوري، حتى لو احنا يعني بقالنا سنتين بس، ممكن بالنسبه لناس تانية كتير عدد السنتين دول مش كتير، يعني بالنسبه لنا لا احنا كتير، الدوري عايزين نشوفه. فعندنا كمان بطوله السوبر المصري قدام فريق كبير زي نادي الزمالك، فريق قوي برضه، فلازم تكون جاهز جدا جدا، ولازم يكون عناصرك كلها موجوده ومتاحه بالنسبه لك، وفي الاخر القرار الفني بيتعلق بكولر، نتمنى له يا رب كل التوفيق. فعوده المصابين دي دايما من الاخبار السعيده بالنسبه لنا. خلينا نروح لخبر اخر، وده من حساب مبتدا على تويتر، بيقول لك كولر يرفض رحيل طاهر محمد طاهر. مين قال اصلا ان طاهر هيمشي؟ مين قال؟ طاهر موجود، وطاهر قبل ما يتصاب في الموسم اللي فات في اخره كان احد اهم العناصر وابرزها في صفوف النادي الاهلي بصراحه. في فترات ما كانش موفق، كان بعيد جدا عن مستواه، لكن ختم الموسم لحد ما اتصاب بشكل كويس جدا. فطاهر موجود، بيقول لك اصل كان في مفاوضات قويه مع سيراميكا لضم اللاعب رغم وجود تكدس بمركز الجناح في الاهلي. ما خلي بالك مركز الجناح ده هو مش مركز واحد، هما مركزين، في جناح ايمن وجناح ايسر. طاهر الاساسي بتاعه جناح ايسر. مين موجود عندك كجناح ايسر في النادي الاهلي؟ هو طاهر. فكروني يا جماعه مين تاني؟ احمد عبد القادر؟ ما اعتقدش في حد تاني في الناحيه دي، اللي هو بيلعب على دلته وبيخلي رجله قويه جوه الملعب، رجله اليمين مثلا. لكن الناحيه الثانيه عندك دلوقتي بيرسي تاو بيلعبها، عندك برونو سافيو اصلا جناح ايمن، عندك شادي حسين بيلعب في المكانين وبيلعب كمهاجم، في اكتر من لاعب، في مصطفى سعد وافد الجديد النادي الاهلي من سيراميكا، في اكتر من لاعب في الوينج او جناح الايمن يعني. فمفيش تكدس ولا حاجه في مكان طاهر، بل بالعكس ده ممكن تلاقي كمان، ممكن تلاقي الاهلي بيدعم في المكان ده. خلينا نروح لخبر اخر، وده بخصوص بيرسي تاو، وده من مصري الرياضي على فيسبوك بيقولوا ان قرار جديد من كولر بشان بيرسي تاو في الاهلي، والراجل بيقول احنا مش عايزين نستعجل في عوده اللاعب، وبالمناسبه هو تابع لقطات كتير جدا لبيرسي تاو واعجب به. تمام؟ عجبه بيرسي تاو. ومين ما يعجبوش بيرسي تاو لو في قمه مستواه؟ ولو جاهز بنسبة 100% على المستوى البدني، لأن المستوى المهاري والجانب الفردي بتاعه مبهر بدون مبالغة. سوء حظ بس يعني صادفه خلال الموسم اللي فات اللي هو الموسم الأول ليه مع النادي الأهلي، لكن إن شاء الله يشفى تماما من الإصابة ويكون متاح، وهتشوفوا واحد تاني خالص لبيرسي تاو، فرصة قدامه متاحة إنه يثبت إن هو لعيب كبير، لأن هو فعلا لعيب كبير، أبرز لاعب في منتخب جنوب أفريقيا بيرسي تاو. فالراجل يعني عنده نوع من انواع التريث بخصوص اشراك بيرسي تاو في التدريبات، هو خلاص تقريبا خف بيرسي تاو من الاصابه اللي كانت عنده في العضله الاماميه، وان شاء الله يكون جاهز قريب جدا مع كولر. طيب تعالوا نروح لخبر اخر، وده من الاهرام وحسابهم على تويتر، بيقول لك الاهلي يدرس تعديل عقد اليو ديانج. دي جوانب بقى تعاقديه واداريه بيختص بيها دايما النادي الاهلي بخصوص الاعلان عنها، لحد دلوقتي ما فيش لا تعديل ولا اي حاجه ممكن يحصل مستقبليا، كله بيرجع للرؤيه بتاعه المسؤولين في النادي الاهلي، لكن اللي احنا عارفينه كجماهير ان ده لاعب جامد قوي ما شاء الله عليه، يا رب بس يبقى في نفس مستواه في الموسم الجديد، لان موضوع الحفاظ على المستوى ده هو ده التحدي الابرز لاي لاعب في الدنيا، انك تفضل بتادي بنفس المستويات الجيده بالنسبه لك. تقع ماتش ولا اتنين مفيش مشكله، بس ترجع بسرعه. فده واحد من الناس اللي مستوياتها شبه ثابته مع النادي الاهلي، فلاعيب مهم، الناس في النادي الاهلي هم اللي يقدروا يقرروا امتى يتم تعديل عقده وامتى اي حاجه بخصوص الجانب دي. الوطن سبورت بيتكلموا على ان الاهلي يطمئن على اصابه ميسي اللي هو مصطفى سعد مع المنتخب الاولمبي ويعود خلال 3 ايام. بالمناسبه ميسي ممكن جدا النهارده يشارك في تدريب المنتخب الاولمبي،
وبعد ما كان اتصاب اول امبارح في الماتش الودي قدام بنين واصابه انا شرحتها لحضراتكم وتواصلت مع اللاعب وطمنت بشكل كبير جدا، ما فيهاش اي حاجه كدمه كانت قويه في وقتها بس، ودلوقتي مفيش الام اصلا بالنسبه للاعب. لكن كجانب احترازي من الوارد في توجه انه يشارك بدايه من بكره في التدريبات، لان بعد بكره في ماتش ودي تاني مع بنين بالنسبه للمنتخب الاولمبي، فمفيش اي مشكله خالص بالنسبه لمصطفى سعد يا جماعه. طيب تعالوا نروح، اكيد في تواصل طبعا من النادي الاهلي بخصوص متابعه الاصابه وتواصل مع الجهاز الطبي يعني، وتنسيق تام موجود يعني. كوره 11 حسابهم على فيسبوك وتصريح للوكاس بودرسكي طبعا النجم الالماني الشهير واللي اكتشفه كولر لما كان موجود في الدوري الالماني، قال لك في الحقيقه كولر لم يتصل بي لسؤالي ما اذا كنت احب ان اتي للالعب معه في الاهلي، هو لديه رقمي ويمكنه الاتصال بي في اي وقت، ده نوع من انواع المزاح. ولكن هو الراجل بودولسكي نفسه بيقول انا بحب دايما اتابع المدربين اللي انا كنت بتمرن معاهم، فاكيد هتابع مشواره مع النادي الاهلي وبيتمنى له التوفيق وكده، لكن حاجه برده كويسه من العناصر اللي اكتشفها بشكل كبير جدا واحد ابرز نجوم المنتخب الالماني طبعا كان كولر بكل تاكيد. طيب اليوم السابع برونو سافيو لاعب الاهلي الجديد اللي في ناس بتتمنى ايقافه باي طريقه من الطرق، اللي هو لازم الراجل ده يتوقف ماليش دعوه، ايه اللي هو عمله مع الحكم هناك ده لازم يتوقف ملناش فيه وخلاص، من غير بقى ما يبقوا عندهم اي المام باي لوائح، او مش شرط يكون عندك المام بس اسال اعرف حقيقه الوضع حقيقه الموقف ايه. المهم برونو سافيو لاعب الاهلي الجديد يفوز بجائزه افضل هدف بالدوري البوليفي، جاب هدف حلو قوي اعتقد شفنا الهدف ده من ضمن الفيديوهات بتاعه اللاعب قبل ما يمشي من الفريق البوليفي، وكان امتى في مباراه كانت يوم 5 سبتمبر اللي هي اخر مباراه لعبها مع فريق بوليفار البوليفي، فجاب هدف كويس ساهم من خلاله فوز فريقه بنتيجه 3-0. هل حد من اللي هم سابوا الدنيا كلها امبارح والازمات اللي موجوده في اتحاد الكوره والقيد ومش القيد والكلام ده هيتكلم عن دي بعد ما اتكلم على ايقاف برونو سافيو؟ هيجيب اي حاجه ايجابيه للاعب؟ لا اوعى تتوقع، اوعى تتوقع كده، مش هيحصل. لكن في كل الاحوال احنا موجودين يا جماعه معاكم وبنتابع كل جديد وبنرد على كل حاجه، لان ده دور قناه الاهلي، دور قناه الاهلي الدفاع دايما عن حقوق النادي وكمان الكشف عن القضايا المهمه اللي بتتعلق بالرياضه المصريه وبكره القدم المصريه بالتحديد، فده دايما هنبقى مهتمين بيه جدا. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نكمل.